حياكم الله، وتستمر معاناتهم في فصل الشتاء القارص. النازحون يعانون الأمرين في الخيام مع تلاشي الآمال وقلة التخصيصات. القوات العراقية تحيط بسامراء لصد هجمات داعش المتكررة، وعلاوي ينبه البارزاني بضرورة المحافظة على سلامة أهالي المناطق المحررة. الحكومة لم تعيد الموازنة لحد الآن من مجلس النواب لتعديلها على مزاج البنك الدولي. هذا وغيره وأكثر بنيوز روم لهذا اليوم. أبقوا وياي. مجلس الوزراء ينفي سحب قانون الموازنة لتعديله وفق مزاج البنك الدولي. علاوي يحمل بارزاني مسؤولية سلامة أهالي المناطق المحررة. أوضاع مأساوية يعيشها النازحون في فصل الشتاء. البصرة تلوح بتصدير نفطها لحسابها أسوة بكردستان. دعا رئيس ائتلاف الوطنية اياد علاوي رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني الى ضرورة حرص قوات البيشمركة على سلامة أهالي المناطق المحررة وممتلكاتهم. ذكر إعلام الحشد الشعبي أن القوات تمكنت من تحرير مركز شرطة القطانة، أحد المعاقل المهمة لعصابات داعش، ووصلت إلى سد الرمادي بعد يوم من عبورها جسر عمر بن الخطاب وناظم الورابة. أعلنت المتحدث باسم قوات وعد الله في الحشد الشعبي مقتل 16 إرهابي من عصابات داعش بعملية عسكرية نفذتها قوات غرب مدينة سامراء، وتتعرض مقتربات سامراء إلى هجمات إرهابية بشكل مستمر. والحديث عن هذا الموضوع ينضم معي هنا في الاستوديو السيد سالم عاش القيادي في سرايا السلام. حياك الله. دائما من يتكرر الحديث على سامراء يتكرر معاها قضية التعرضات المستمرة. اليوم المفروض احنا عبرنا سامراء وعبرنا تكريت وحررنا بيجي، لكن سبب هذا التعرض وشنو ليش دائما يتكرر؟ تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك ولمشاهدي قناتكم الطيبة ان شاء الله تعالى. كما تعلم ان مدينة سامراء اهمية كبيرة في بلدنا الحبيب العراق لما تحمله من قداسة الامامين سلام الله عليهم. كذلك بودي أن أتكلم حول موضوع سامراء وقاطع الذي يتجحفل به قطاعات سرايا السلام. هذا القاطع المهم جدا والحيوي. طبعا نحن في العام الماضي دخلنا إلى مدينة سامراء، استطعنا أن ندخل هذه المدينة المقدسة للدفاع عنها، طبعا لأن مشروع سرايا السلام هو دفاع عن العراق، دفاعا عن المقدسات. وأيضا دخلنا هذا العام إلى مدينة سامراء بعد أن شعرنا بالخطر المحدق بهذه المدينة المقدسة، وبفضل الله سبحانه وتعالى استطعنا أن ندحر هؤلاء العصابات التكفيرية من شذاذ الآفاق داعش. والآن نحن نتمركز، وبعد أن تم تحرير قاطع اللاين أو خط اللاين في منطقة سامراء أو غرب سامراء، واستطعنا أن ندحر العدو بمعارك كثيرة و كبيرة ومواجهات شرسة وكبد العدو بخسائر فادحة، وبفضل الله سبحانه وتعالى استطعنا أن نؤمن تلك المناطق ونبعد الخطر عن هذه المدينة المقدسة إن شاء الله. طيب هسه هذا الكلام اللي كان مفروض أن يصير، لكن التعرضات مستمرة على سامراء. نعم. شو كنت راح تلقولها حال حتى لا نرجع بعدين ونقول زين أكو قضية أبعد؟ تذكرت العام كنتوا بسامراء واليوم هاي السنة هم رجعتوا. نعم. قضية تكرار الفصائل اللي مسكت الأرض بسامراء أثرت عليها؟ نحن لا نريد أن نأخذ حق الآخرين، وإنما نقول نحن نمسك بقبضة من حديد مدينة سامراء. الآن نحن استراتيجية المسك مستمرة لدينا، وكما تعلم بعد أن تحرر يجب عليك أن تمسك الأرض. طيب. الآن نحن نسيطر على كل المحاور التي
تشكل خطر على مدينة سامراء بفضل الله سبحانه وتعالى، ونستطيع أن نقول زال الخطر عن سامراء بفضل تواجد قطعات سرايا السلام، باعتبار أنه أبعد العدو إلى الجزيرة التي أنه تكون بعيدة كل البعد عن مدينة سامراء. طيب هو هذا الكلام اللي ممكن يدور، أكو خطوط إمداد الداعش بالمحافظات الغربية أو من الجهة الغربية بالنسبة لسامراء؟ نعم، خطوط الإمداد من جزيرة سامراء. هاي كيف امتدادها، وين هذه امتدادها؟ إلى جزيرة، إلى الحدود، حدود العراق. و يعني الآن أنت تعلم الجزيرة هي مكشوفة، فنحن استطعنا أن نضع العدو في مرمان، باعتبار أنه كان العدو يتمركز في مناطق التعاون، في منطقة ما يسمى بشارع وطبان، طيب، في منطقة الحويش، في المناطق القرى المجاورة والقرى الفلاحية، فكان العدو متمركز في هذه المناطق. استطعنا أن ندحر هذا العدو ونطرده من هذه المناطق، وحررت جميعا هذه المناطق بعد أن كان العدو مسيطر عليها منذ عام 2003 إلى الآن. طيب شنو اللي تحتاجه حتى نقلل، أو يعني ممكن أن نوصل مرحلة أنه نقطع عمليات التعرض اللي تشهدها سامراء، حتى تصبح المنطقة اللي تعرف ممكن هالتعرضات ممكن واحدة منها تسوي مشاكل بالنسبة للمنطقة بشكل عام؟ طبعا المحاولات للعدو مستمرة، تكاد تكون يومية، وبفضل الله يكون الصد بقوة، وهناك معارك شرسة حدثت قبل أيام وبالأسبوع الماضي وقبل الأسبوع الماضي، وبفضل الله سبحانه وتعالى دمر العدو وقتل من قتل وهرب هرب من هرب، واستولينا على كثير من الآليات والأسلحة، وكما ترون ورأى الجميع قتلاهم في على الإعلام إن شاء الله تعالى. ونحن مستمرون بالدفاع، والصد موجود والحمد لله رب العالمين، لا يستطيع أن يجروا أن يدخلوا إلى سامراء. طيب كانت أكو مشكلة بالبداية بداية التوجه إلى سامراء وهذا الطريق، أنه كان التحرير فقط بالطريق العام، كان الكلام يدور عن هذا الموضوع. نعم. بالتالي جوانب الطريق ما كان لها تعامل من البداية، هو هذا اللي صارت أنه نتائج بدأت تطلع حسة. عزيزي، بالنسبة لأهمية القاطع الذي يتجحفل به سرايا السلام، هو طبعا الطريق العام الذي يبدأ من كسارات النباعي قاطع سامراء بالتحديد، وينتهي بقاطع سامراء، يبدأ من كسارات النباعي إلى منطقة الإسحاقي، إلى منطقة الحويش والمناطق المجاورة والقرى المجاورة له. هذا أولا أمنا الطريق من بغداد إلى سامراء. طيب. ثانيا أمنا جزء كبير من طريق سامراء صلاح الدين الذي كان يساهم أو يستخدمه الدواعش خط إمداد لهم. ثالثا أمنا الأنبوب النفطي، وهذا طبعا أنبوب استراتيجي نفطي فيه ثروة كبيرة للبلد، كان يستولي عليه الدواعش. هذا الأنبوب على نفس الطريق؟ طبعا 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 في منطقة اللاين. كذلك أنه أمنا سد سامراء، وهذا سد سامراء يقع قرب الإمامين سلام الله عليهم، فيما لو حدث له مكروه أو سيطر عليه فسيكون هناك فيضان، أو ضرب هذا السد أو تعرض إلى الضرب فستكون هناك فيضان ويقطع الخط العام ما بين بغداد وسامراء. كذلك ساهمنا بشكل كبير بإرجاع الحياة إلى القرى المجاورة والمناطق التي تكون في سامراء، مثل منطقة الحويش ومنطقة الإسحاقي. كان هناك، طيب إذا سمحت لي، هاي قضية الإسحاقي دائما تتكرر، شنو سبب تكرار العمليات اللي أو التعرضات اللي تتم على منطقة الإسحاقي والقوات القريبة عليها؟ منطقة الإسحاقي هي منطقة قريبة من الإمامين سلام الله عليهم، والقرى التي هي قريبة من منطقة الإسحاقي كانت معقل إلما للدواعش، وكانت أصلا تسمى منطقة يعني منطقة الجحيم، ما يستطيع أحد أن يجرؤ أن يدخلها أبدا، حتى كانت فيما مضى كانت إنهم مكان ومتمركز لتنظيم القاعدة. بفضل الله دخلوها الأخوة الأبطال في سرايا السلام، واستطاعوا أن يهزموا الأعداء، بعد طبعا أن ترى أنه كل المناطق مفخخة، الطرق مفخخة، المساجد مفخخة، استطاعوا أن يزرعوا كل مكان. طيب سيد سالم، إذا سمحت لي، هذا الكلام ويتحدث عن تعرضات من هاي المناطق، ما يأشر وجود خلل بالتغطية الجوية؟ يعني أنت تعلم أنه المناطق، إحنا كل المعارك اللي شاركنا بها تكاد تكون أنه بدون إسناد جوي، أن نعتمد على الاستخبارات، المعلومات الاستخباراتية لسرايا السلام، وبعدما أن تتوفر المعلومة للاستخبارات طبعا بالتنسيق مع قيادة عمليات سامراء، هذا طبعا لا يخفى، وكذلك بالتنسيق مع الأخوة في فصائل
المقاومة في الحشد الشعبي. طيب اسمح لي أن أشكرك السيد سالم عاش القيادي في سرايا السلام، شكرا لك والحضور. حياك الله. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. دعا مجلس النواب العراقي الدول الأوروبية لحماية وطمأنة الجالية المسلمة واللاجئة لديهم من بعض الممارسات العنصرية المتطرفة التي عقبت تفجيرات باريس. وأكد همام حمودي نائب رئيس المجلس أن الاعتداء على المسلمين ومساجدهم هو ما تريده داعش لخلق العداوة والكراهية. ذكر المعهد الدولي للاقتصاد والسلم IEP أن ما يزيد عن 30,000 إرهابي قد دخلوا إلى العراق وسوريا منذ بداية عام 2011 وحتى الآن، في الوقت الذي بدأوا بأن أعدادهم تتباين بين منطقة وأخرى تبعا لطبيعة الصراع والظروف التي تتناسب ووجودهم. وأكد التقرير أيضا أن هؤلاء قد حصدوا أرواح ما يزيد عن 32,000 خلال العام الماضي ضمن الإحصائية الرسمية، وشدد على أن العام 2013 قد شهد زيادة في معدلات العنف بنسبة 80%، وأضاف أيضا بأن الخسائر المادية اللي تسبب بها هذا التنظيم في العراق وسوريا قد ارتفعت عن حد 52.9 مليار دولار خلال العام الماضي فقط، حيث عد الأعلى تاريخيا. ألغت المحكمة الاتحادية قرارا لمجلس النواب صادق فيه على عضوية النائب عن كتلة الأحرار حسين الشريفي، ومنحت مقعده إلى المرشح الحاصل على أعلى عدد من الأصوات من نفس الكتلة. تحذيرات اقتصادية تؤكد أن قرض البنك الدولي وصفة الموت الحكومية. حذر الخبير الاقتصادي باسم جميل أنطوان من مخاطر شروط صندوق النقد الدولي المسربة، ولفت إلى أنها ستؤثر على المواطن تأثيرا كبيرا، وأشار إلى أنها ستواجه باحتجاجات شعبية في حال تطبيقها. والحديث عن تداعيات هذه القروض وتعامل صندوق النقد الدولي مع العراق بالأخص الوجه السياسي، اسمحوا لي أن نرحب بضيفنا في الاستوديو الدكتور عصام الفيدي الأكاديمي والمحلل السياسي. حياك الله دكتور عصام. حياك الله دكتور. دائما نتحدث عن موازنة بالنسبة لسنوات العراق، موازنة مالية سياسية. اليوم ممكن نتحدث عن قروض دولية سياسية بمسمى سياسي أو بأجندات سياسية. يعني في البداية أستاذ هارون تحية لك وإلى كل مشاهدي قناة الرشيد. أعتقد أن العراق اليوم بدأ يجني نتائج سياسة الفشل لطبقة سياسية حكمت العراق منذ عام 2003 وإلى يومنا الحاضر، وبالتالي يكاد يكون المواطن هو الضحية الأولى في هذا الاتجاه، متمثلة بالذهاب والركون إلى صندوق النقد الدولي. كلنا يعلم أن هذا الصندوق الذي أسس عام 1945 كان بالأساس قد أسس من أجل تقديم الدعم والقروض، وهنالك دول هي داعمة. المشكلة مو في موضوع القروض، هنالك دول دعني أسميها دول مجدة قد أخذت قروض مبالغ كبيرة. مثلاً أن تركيا في عام 2002 مقدار المبالغ التي أخذتها من صندوق النقد الدولي كانت 16 مليار قبل ما يقارب أسبوع. بغض النظر من إن كان هناك من يتفق مع أردوغان أو يختلف سياسياً، أردوغان أعلن صراحةً أنه قد تم تسديد آخر قسط متبقي وهو 833 مليون دولار بعد أن كان مطلوب 16. يعني تحاول أنه نوصل فكرة أنه شنو الضمانات، ضمانات استفادتنا من هاي القروض بالعراق. نعم، في العراق أنا لا أعتقد في ظل غياب الخطة الاقتصادية، غياب دعم المنتوج الصناعي والزراعي، غياب الرؤية الحقيقية في موضوع المعالجة. مشكلتنا في العراق نحن لا نمتلك أي خطة ولا نمتلك معالجة. على هذا الأساس أن الأموال التي ستأتي ستكون عبئا على أكثرها، ستذهب إلى جيوب المسؤولين، وبالتالي أن المواطن سيبقى يسدد، خاصة إذا ما علمنا أن مقدار الأرباح المتوخي يعني من صندوق النقد الدولي ما تعادل من 2 إلى 3، هذا في مجال الأرباح. لكن أن نتحدث اليوم المشكلة صندوق النقد الدولي يطالب مثلا إيقاف الدعم عن البطاقة التموينية بدعوى أن كلنا يعلم يعني البطاقة التموينية تكلف 2 تريليون و500 مليار دينار عراقي، يطالب بوقف الدعم عن موضوع الكهرباء لمقابل 3 تريليون
يطالب بوقف الدعم عن الوقود، هذه من المتضرر؟ رفع أسعار الوقود وحتى قضية تقليل الموظفين بالقطاع العام بالنسبة للدولة ممكن أن يقلل. يعني هذا بالتأكيد أستاذ هارون المشكلة الحقيقية اليوم أن الطبقة السياسية يعني كالذي يمتلك مالا كبيرا ولكن يحاول أن يقترض أموالا أخرى ويمتلك عقارات، ولكن سوء إدارته لهذه العقارات يصرفها في أماكن له ما شابه ذلك، وبالتالي ولا يقدم. صندوق النقد الدولي قدم منحل العراق مشكور، هي مليار و200 مليون دولار العام الماضي. طيب. ولكن أراد بذلك أن ينبه الحكومة الذهاب إلى سياسة اقتصادية رشيدة. الحكومة العراقية لم تقدم أي مشروع، ما زال الاقتصاد هو أحادي الجانب، حتى الأموال التي تأتي كثير من مفاصل الفساد جعلت تهريب العملة. هل تتوقع اليوم كل الملفات اللي طرحها الدكتور الشلبي رحمه الله الى غايه هذه اللحظه يوميا احنا نطلع 300 مليون دولار من الخزينه؟ طيب هذا التعامل، اذا سمحت دكتور عصام، التعامل بالازدواجيه بين انه قروض بوجه اقتصادي او بجدوى اقتصاديه يعني يقابلها انه الكلام يدور حول انه ما بها اي جدوى سوى يعني ممكن تكون اموال تحت اليد تحتاج بامور او توبيب اخر. يعني كل ما يذهب هو يذهب بالأساس للقضايا الاستهلاكية وليس في موضوع الإعمار، موضوع البناء، وبالتالي تعود بمردودات. مشكلة صندوق النقد الدولي يريد ضمانات، يقول ما الذي يضمن لي أنني اليوم حينما منحكم هذه الأموال، يعني هو حينما يقول موضوع إيقاف دعم الوقود، دعم البطاقة التموينية، دعم المسائل الأخرى، بذلك يغلق أبواب معينة من الفساد. هذه مسألة جدا مهمة. مشكلة العراق أنه دولة يصنف حتى ضمن الشفافية العالمية هي ليست دولة شفافة. التسريبات الخبرية والتأكيدات الخبرية لدى هذه المؤسسات الدولية، هم يمتلكون قاعدة داتا على كثير من المسؤولين العراقيين، وبالتالي يجدون أن معظم أموال العراقية تذهب إلى جيوب المسؤولين ولا تذهب إلى رمق المواطن. ممكن تكون هي محاولات الرهن العراق؟ لا بالتأكيد. هذا المشروع، شوف أستاذ هارون، يعني كلنا خلينا نتفق على مسألة أساسية. الأخوان، الولايات المتحدة الأمريكية سقطت صدام حسين، شكلت نادي باريس، أطفأت الديون عن العراق، عادت رفعت أسعار النفط، كانت تريد بذلك أن تنقذ العراق. يعني سخنت حشي بصراحة، هذه المؤسسات الاقتصادية الولايات المتحدة الأمريكية قدمت كل هذا الدعم، ولكن وجدت أن الأموال لا تذهب إلى مشاريع إعمار، لا مشاريع تنمية، لا إعادة هيكلة اقتصاد عراقي، بقدر ما كانت خلقت طبقة سياسية ثرية بمبالغ، أنا لا أتحدث عن كلهم، هناك الكثير من النخب السياسية جديرة بالاحترام وتمتلك مشروع دولة، ولكن لا يسمح لها. لذلك على هذا الأساس أن حتى الكفاءات الاقتصادية العراقية غادرت العراق في اللحظات الأولى. إحنا ما تقدم مشروع دولة لا تجد أحد يريد أن ينهض بهذا المشروع. لذلك نجد أن هذا الموضوع بالضبط هو موضوع رهن العراق. يعني حينما العراق في زمن النظام السابق دخل حروب وكانت الديون 120 مليار دولار، نادي باريس أطفاها. اليوم بعد لن تعد هنالك منظمة تدعم العراق في هذا الاتجاه إذا ذهبت هذه الأموال لجيوب المسؤولين. طيب، النظرة الدولية تجاه العراق وتجاه ما يحصل بها، كل التقارير المنظمات الدولية تتحدث عن نسب مرتفعة بالفساد، ودائما العراق بتصدر القوائم الاستطلاع اللي تجريها هاي الدول ومؤسساته. شنو تأثير هاي النظرة على العراق والتعامل معها ماديا واقتصاديا؟ يعني هذه النظرة أعتقد أن اليوم أولاً لا نمتلك نخب سياسية تمتلك تأثير على المشهد الدولي. يعني خلينا نتحدث بكل صراحة، هنالك شخصيتين كانت مرموقتين في الجانب الدولي، الدكتور أحمد الشلبي رحمه الله والدكتور عياد علاوي، بحكم كاريزما وعلاقات ومقبوليته. الآن اليوم الموجودين النخب السياسية هم يحتفظون بعلاقات مع جهات إقليمية، ولكن على الصعيد الدولي هنالك، أنا لا أقول كلهم، كثير منهم تحفظ ضمن هذا الإطار. يعني دعني أقول حتى القرض الياباني، الياباني اشترطت في عملية تنفيذ القرض أن تكون هي المنفذة، لأنها تدرك أن الشركات التي تقوم بتنفيذ المشاريع هي إما شركات وهمية أو شركات سكن أو أنها شركات بالأساس حقيقة واجهة لمسؤولين. طيب. معينين. طيب، اسمح لي أن أشكرك دكتور عصام الفيلي الكاديمي المحلي السياسي، شكرا لك والحضور. شكرا جزيلا. رغم قراءة مسودة الموازنة في البرلمان المرتين، فإن الأحاديث تتواتر بنية الحكومة لسحب القانون التعديل نزولا على اشتراطات البنك الدولي. المتحدث باسم الحكومة سعد الحديثي نفى أن يكون مجلس الوزراء أقدم على خطوة إعادة الموازنة للمجلس لحد الآن. تفاصيل أكثر في هذا التقرير.
لم تكن الموازنة العامة لعام 2016 لترضي الأغلبية السياسية في مجلس النواب لكي توافق على تمريرها بصيغتها الحالية. فبعد أن تم قراءة الموازنة قراءة الثانية بحضور وزراء المالية والتخطيط والنفط، رفع مجلس النواب جلسته إلى الخميس، ونفى المتحدث باسم رئيس الوزراء سعد الحديثي إعادة مسودة الموازنة إلى مجلس الوزراء لمناقشتها من جديد. صورة نقد لاذعة حاصت بمسودة الموازنة من قبل العديد من الأطراف السياسية التي وصفتها بالوهمية والبائسة وتعكس سياسة الحكومة الخاطئة في التعاطي مع الظروف الحالية، فيما شبه البعض الموازنة بآلة الهدم للأجيال القادمة كونها ستكبل الاقتصاد الوطني الذي يعاني بواقع الحال من أوضاع اقتصادية صعبة وتجعل أموال الشعب قيد الرهن. وربما اتفق غالبية الكتل السياسية على أن يلقي القطاع الزراعي الدعم الأكبر من الموازنة وأن يعاد النظر بالمبادرة الزراعية لتكون أحد روافد الاقتصاد الوطني إلى جانب الثروة النفطية، وتركيز على رفع مستوى الأموال المقدمة للنازحين وإعادتهم إلى المناطق المحررة. الموازنة لم تكن محط رفض من قبل الكتل السياسية فحسب، وإنما وجدت اعتراضا من قبل البنك الدولي الذي أبدى عدم قبوله لها بدعوى أنها لا تتماشى مع إطار الاقتصاد الكلي للبرنامج الذي يتبعه البنك، ولأن العراق يدين للبنك الدولي بالعديد من القروض فوبالتالي يخضع للتوصيات التي يبديها ويسير وفق النهج الاقتصادي الذي يفرضه البنك الدولي. مشاهدي الكرام، واستكمالا لحديث الموازنة والقرض الدولي، اسمحوا لي أن أرحب بضيفنا في الاستوديو النائبة حمدية الحسيني عضو اللجنة المالية البرلمانية. عضو اللجنة القانونية. عضو اللجنة القانونية. حياكم الله سيدة حمدية. تحدث صحيح إنه عضو اللجنة القانونية البرلمانية. نعم. اليوم بالحديث عن الموازنة وهاي القروض، ممكن أن تكون هي باب ثاني غالق لمشاكل عندنا بالعراق مادية، يعني تحدث عن أهمية القروض بهاي الفترة. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا أنا ليست مع القروض، لأن هاي القروض الحقيقة أشوفها نوع من الاستعمار الجديد للعراق، لأنها سوف تؤدي إلى أنها راح نحمل الأجيال القادمة ديون لا محالة، ونفس الوقت أصحاب هذه القروض عندما يعطوك هذه القروض يفرضون عليك شروط، يعني مثلا من ضمن هذه الشروط أنه أنت لازم تسحب البطاقة التموينية بعد ما توزع بطاقة تموينية. طيب احنا الشعب العراقي مثل ما تعرف نسبة الفقر بي عالية، والكثير من الناس البسطاء عيشتهم على هالبطاقة التموينية، اذا طيب انت تسحبها من شلون يعيشون؟ اثنين، انت لازم تسحب الدعم من المنتجات النفطية، يعني النفط، الغاز، البنزين، يعني احنا البنزين مثلا، السيارات، نستخدم المولدات، كلها راح ترتفع. تسحب الدعم ايضا من الموظفين لشركات التمويل الذاتي، انه كلهم لازم تسرحهم. يفرض عليك شروط انه انت تقلص الهيكل الاداري لموظفي الدوله، طبعا معناه راح تفيض كل طيب بهذا بهاي يعني هذا نوع من الاستعمار الجديد. السلبيات اللي بيها هذا بيها هاي القروض بشكل عام، ليش يخلي لحد الان مستمرين باجتماعات ويا صندوق النقد مخلينا انه اكو امل بقروض راح تجي العراق؟ هاي مشكله اللي يديرون السياسه الاقتصاديه بالدوله، يفترض يفكرون بشكل اخر. يعني مثلا هم هاي القروض هي 4 مليارات مثلا على سبيل المثال، انا اقدر اجيبها بكل بساطه، انا اطلب الان شركات الهاتف النقال بالعراق 4 مليارات يا اخو، اجيب هاي الاربع مليارات وما الجا الى صندوق النقد الدولي. مثلا كثير تكررت هاي الحاله، شنو قانونية بقاء هاي الأموال عند الشركات الهاتف النقال؟ صح. ليش لحد الآن ساكتة؟ وليش ليه ساكتة عليها؟ ليش ما أفعلان الشركة الوطنية للاتصالات مالتي وخليها تشتغل وخليها تسافر وفيد الناس بها؟ ليش أنا راهنتها لوجوه ولجهات سياسية تلعب بالحال العراقي؟ عندك يعني وراء هاي الشركات جهات سياسية هي اللي مساندتها؟ أكيد أكيد أكو ناس دا يستفادون، مدى يفعلون هذا الموضوع أصلاً، ساكتين عن هذا الموضوع. طيب. أنا أسأل وين هيئة الاتصالات، وين الاتصالات، رئيس الوزراء ليش ما يقول جيبوا هاي الأموال؟ أنا أرهن يعني أخلي مصير الشعب العراقي بيد صندوق النقد الدولي، وبالتالي أنا عندي أموال أصلاً. طيب إذا سمحتي لي، الموضوع اللي الآخر اللي ممكن يفتح. نعم. الموازنة
تحركت بطريقها الطبيعي من وزارة المالية لمجلس الوزراء إلى مجلس النواب. نعم. ليش بعد ما وصلت للقراءة الثانية الآن بدينا نتحدث عن اجتماعات مع صندوق النقد الدولي واللي يمكن راح يأثر على الموازنة وترجع للحكومة؟ مو صحيح. يفترض هو هذا اللي يسأل ليش هسه بدأت صارت، لأنه هو شاف نفسه أنه ما عنده يعني مال يمول به الموازنة الآن الموجودة، فيلجأ لها طريقة. أنا أسأل يعني أصحاب الفكر الاقتصادي بالعراق شنو معنات أنا مثلا بقي سعر صرف الدولار لحد الآن من قبل 10 سنين أنا 1116، ليش ما أنا أحرك سعر الصرف باتجاه أفيد الاقتصاد العراقي؟ من اللي دا يستفاد من عدم تحرك سعر الصرف؟ هاي المزادات الآن دا تصير بالبنك المركزي العراقي، من اللي دا يستفاد منها؟ دا يستفاد منها أصحاب المصارف الأهلية والتجار اللي دا تطلع يومية عنهم سالفة على مدح حامض حلو وبسكويت ونسل وسكر، وهاي فد شيء يعني لعبة بالاقتصاد العراقي بالشعب العراقي. يعني ليش ما وقف هذا الفساد؟ هذا الكلام جيد وواجب الإعلام إنه يوصل الصورة للناس اللي موجودة. نعم. لكن هذا الكلام ما ممكن إنه بس بالإعلام وينتهي. أكو تحركات جدية من مجلس النواب من قوة فاعلة حتى تخلي هاي الأمور بمكانها الصحيح. يعني إحنا بالنسبة لمجلس النواب هو إحنا مراقبة الحكومة. يعني يفترض إنه يصير محاسبة أو البنك الدولي أو البنك العراقي، يعني أنت شلون مبقي سعر الصرف من 10 سنين لحد اليوم هذا السعر؟ ليش ما محركة؟ من الدا يستفاد من عدم تحريكه؟ أنت إذا تريد تحرك الزراعة مثلاً يقولون إحنا نحرك الزراعة. صار الكلام السنين على قضية البيع بمزاد البنك المركزي. ايش قد يستفادوا لنا؟ من قد يستفادوا لنا؟ اريد التحرك اللي سمعوا عندكم، شنو التحرك اللي صار بهذا الخصوص؟ والله يفترض يعني يصير مساءله لهذا مدير البنك المركزي المحافظ. طيب. البنك المركزي. اثنين، انت تقول انا دفع الزراعه، انا شنو فائده الان اصرف فلوس وفعل الزراعه اذا قاعد تجيني الطماطه والخيار من خارج العراق وباسعار ارخص من داخل العراق؟ انا ليش ما اصعد سعر الدولار حتى هذول تزيد الضرائب عليهم وامنع عمليه الاستيراد لهي البضائع اللي ما نحتاجها؟ انا عندي زراعه أزرع، أنا أفيد فلاح وأفيد الاقتصاد العراقي وأنهض بي. أنا ليش أي شيء هسه أطلع للسوق كله استيراد؟ طيب كررنا قضية ليش اللي تصير بالعراق، بالتالي هاي ليش كلها تركوها وتوجهوا إلى صندوق النقد الدولي وشروطه اللي راح تأدي المواطن العراقي؟ أكو ناس تتحرك باتجاه رهن العراق. يعني أنا يعني أقول الإنسان الوطني الحق يفترض ما يفكر فقط في هذا اليوم، يفكر أيضا للمستقبل. يعني إحنا مو صحيح نرهن العراق بهاي الطريقة. أنا أشوف هاي عملية القروض خط أحمر. يعني مثلا بالموازنة اللي جت للمجلس النواب 12 مليار دولار، وزير النفط من حقه يصدر السندات على مود شنو؟ حتى يسدد لي عقود جولات التراخيص. طيب أنت تعال هاي عقود جولات التراخيص اللي صارت هاي كانت تساعد الاقتصاد العراقي ويزيدون النفط، لا انا اسبب عجز الموازنه بسببها. يعني داينون 12 من قروض 12 مليار دولار على مود يعني اسدد عجز. لا دا اسوي عجز والله الشركات تريد مني 12 مليار. طيب هي هالشركات انت تعاقدت بفتره كان يعني 120 دولار سعر النفط. بهاي الحاله راح نسدد ناس المفروض هم يدفعونا. بالضبط، هذول جايين دا يشغلون لحسابي لو انا دا اسبب عجز بالموازنه على مود ادفع لهم. يعني هذا امر خطير. هاي العقود يفترض انت عندك الان سعر النفط انخفض، عندك يعني حروب، عندك ظروف قاهره، هاي يفترض العقود كلها عيد النظر بها. أنا ما أظل النوبة اللي جايين دا يستثمرون عندي أدفع لهم آني. أكم كانية قانونية حتى تعاد صيغة هاي العقود؟ أكيد شروط جزائية بالنسبة للشركات. أكيد هاي أكو بالعقود أكو نقاط ضعف يقدر الوزير، مو هسه، هاي مفترض قبل يعني سنة يعني يفترض إعادة النظر بها. أنت تعاقدت قبل يعني سعر النفط برميل كان 110، الآن صار سعر البرميل يعني 44-45 يتراوح. طيب أنا أعطي نص السعر للشركة اللي تطلع نفط وأنا كلها. طيب. يعني هذا أمر غير صحيح. أكيد راح يكون إن كلام أكثر في هذا الموضوع. نعم. اسمحي لي نشكرك النائبة حمدية الحسيني عضو اللجنة القانونية البرلمان. شكرا لك. أهلا وسهلا. شكرا جزيلا. البصرة تقول سنصدر النفط لحساب المحافظة أسوة بكردستان. الموارد المائية تنتبه للأهوار في الشتاء تحسبا للصيف.
أعلن النائب عن التحالف الكردستاني فرهاد قادر قرب زيارة وفد من حكومة أقليم كردستان إلى بغداد لتوقيع الاتفاق النفطي بين الطرفين. أكد عضو مجلس محافظة البصرة عن حزب الفضيلة حسام المنصوري جدية المجلس بتصدير النفط لصالح البصرة بعيداً عن حكومة بغداد إذا ما تم إهمال مطالب المحافظة من قبل الحكومة المركزية، فيما حذر من ردود أفعال شعبية كبيرة سيتخذها أبناء المحافظة. والحديث عن ما يجري في البصرة وعن مطالب البصرة اسمحوا لي أن نرحب بضيفي هنا في الاستوديو السيد واد عبد اللطيف السياسي المستقل عن البصرة. خلصوها صار سنين أهل البصرة وسياسيها بس يهددون بس ما وصلوا النتيجة. ما راح يسوون شيء. أنت إيش تشوف؟ أكيد. أسبابك؟ أسبابي أغلبهم مرتبطين بالحكومة الاتحادية وأغلبهم أحزابهم هي أحزاب. شنو على الارتباط؟ هم منتمين إلى كل الأحزاب اللي موجودة في بغداد. فبالتالي هم اللي يقودون الحكومة الاتحادية، فلو كان عندهم هذا النهج كان كثير من الحقوق حصلوها وكتلتهم 26، يعني يمكن ثالث كتلة بالبرلمان. طيب. أو ثالث محافظة بالعدد، يعني بعد نينوى بغداد ثم الموصل ثم البصرة. لكنه أكيد مراعاة لوضع الحكومة الاتحادية اللي هم تركيبتها، وهم يشكلون المحافظات في المنطقة الوسطى والجنوبية وجزء من البصرة كبير أحزابها كلها في الحكومة الاتحادية. هذا بوجهة نظرك الشخصية غائبة عن الباقين، كان ما ممكن يشكلون كتلة خاصة بنواب البصرة تنطلق من البصرة وهالبصرة ينتخبوها وما يصير عندهم ارتباط بحكومة بغداد، وين كانوا عن هذا وعن هاي الصورة أصلا؟ ما صار هذا الوضع إلى حد اليوم. ربما كانت يعني قائمتنا نزلت في 2014 تحالف أوفياء للوطن، وكانت هي قائمة حقيقة يعني مستقلة من دعاة الإقليم ومن الشخصيات المهنية في البصرة، وبالتالي حصلت 32,000 صوت. خط المنافسة مع الإسلام السياسي أو أحزاب الإسلام السياسي ما أتاحت لها فرصة لأنها حوربت حرباً شعواء. بعد هذه النظرة على الإسلام السياسي بالبصرة ممكن أن يستمر له، ممكن أن أنتم ترجعون تأخذون دور؟ لا، هو الشعب هو الذي يقرر، والمشاهد اللي قاعد تشوفها حضرتك ويشوفها أبناء الشعب أن الإسلام السياسي في كل دول العالم ليس فقط في العراق قاعد يواجه بشكل. طيب الحديث عن تصدير نفط البصرة أسوة بكردستان، الأولى أنه نلقى حل لتصرفات كردستان وانفرادها ببيع النفط، لو الحل أنه ننتهج نفس النهج نهج الإقليم؟ لا، هو الحل أنه الحكومة تكون حازمة مع إقليم كردستان. طيب. وإقليم كردستان حديث التصدير للنفط، يعني كل اللي طلع عنده 400,000 برميل، استحوذ على كركوك في أحداث سقوط الموصل وجمع كركوك إلى جانب إقليم كردستان، فكان هذا الرقم اللي أحدهم الآن يصرح يقول إحنا صار عندنا بيع لأكثر من 10 دول، فإحنا ما نقدر بعد كل اتفاق طبعا يسوونه يرجعون ينقضونه ويرجعون يسوون اتفاق جديد. هذا بضعف الحكومة الاتحادية، المفاوض العراقي المركزي ضعيف ضعيف، يعني لا يستطيع أن يعمل أي شيء. ضعيف لو أكو جهات تخليه ضعيف. لا، هو 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 أصلا ينتمي إلى جهة، هو منين طالع؟ ماكو شخص مستقل موجود بالحكومة اليوم. لو حزب إسلامي، لو حزب دعوة، لو حزب فضيلة، لو تيار، لو كردي، لو كذا، ماكو واحد مستقل. يعني ما جابوا شخص مستقل حتى عنده رأيه وعنده شجاعته. يعني أنا أريد ولهذا أطلق عليها حكومة محاصصاتية. أريد أبتعد عن هالموضوع. ممكن أن أي قضية تنفتح مع الكرد بقضية تصدير نفط يجي تليفون، تصير زيارة، تخلي الحكومة تتراجع، هذا الشيء موجود؟ المبدأ اللي أسسوا عليه الدستور الشيعة أن الشيعة لديهم تحالف استراتيجي مع الكرد، وبالتالي هذا أثر على كتابة الدستور وقاعد يأثر على كثير من المواقف الآن لإقليم كردستان. إقليم كردستان ما دي يتصرف كإقليم تابع للحكومة الاتحادية، دي يتصرف كدولة، سفراء برا دي يتصرفون أن كردستان دولة، وماكو أحد يحاسبهم أصلا ولا أكو بالأفق حساب. وإلا أنت إذا سمحت إلى إقليم كردستان، بالمناسبة المحافظات غير المنتظمة في إقليم المنتجة للنفط واللي هي أكثر بكثير من نفط إقليم كردستان، هي وإقليم كردستان في المركز القانوني الواحد،
يعني ما يتاح لإقليم كردستان يتاح للبصرة. هذا سبقني السؤال. ويتاح للعمارة. يعني البصرة ويتاح للناصرية. تصرفوا بقانونية، إذا ما تحدثنا عن قانونية التصرفات البصرة ما تختلف عن الإقليم. بإمكان مجلس المحافظة والمحافظ باشر يتخذون قرارات ويقولون كما حصلت إقليم كردستان على قرار من وحدة من الحكومات الأمريكية بتصدير النفط وانطت باور قوي إلى إقليم كردستان في أن يصدر، فإحنا أيضا نملك أن نصدر النفط وخلي تتفلش هاي الدولة وخلص. هذا الكلام وعدم إيفاء الحكومة المركزية ويا البصرة ويا أهلها، شنو اللي خلاهم يوصلون هاي المرحلة؟ ساعة يقولون نعطيكم 5% على سعر على برميل النفط المستخرج، والنبسوه 5 دولار والنبسوه 5%، المنافذ الحدودية أيضا الفلوس ما وصلت. هذا عدم الإيفاء بالوعود منو سببه؟ في كل تفاوضي مع أصحاب القرار والمستشارين قالوا إحنا ما نقدر نعطي 5 دولار. قلت لهم ليش؟ قالوا خلوا نسبة لأنه النفط صاعد نازل. قلت طيب بعد ليش رحتوا سويتوا 2 دولار ويا الشركات الأجنبية اللي تحدثت عنها زميلتي السابقة؟ والحقيقة هي طلعت مو دولارين، طلعت 24 دولار، أي أننا نتقاسم الموازنة مع الشركات النفطية، وهاي كثير من الشعب غافل عنها. ليش؟ هو صحيح يأخذ دولارين على البرميل، لكن السيجار محسوب على البرميل، والأكل اللي يجيبه من السعودية محسوب على البرميل، والمي اللي يجيبه من كذا محسوب على البرميل، والريد واين محسوب على البرميل، والأمن محسوب على البرميل، ومقراته محسوبة على البرميل، وطيرانه كله بالفيرست كلاس وبالبزنس محسوب على البرميل. وبالتالي يا أخي هاي جولات التراخيص اللي سواها حسين الشهرستاني بموافقة رئيس الوزراء نبهنا وتكلمنا وحذرنا، ولكن ينظروا لك التفت رقم نكرة، وبالتالي أنت ما تستطيع أن تقول هو ضد الحكومة. يا به هو أنا شريك وياك مثل رئيس الوزراء، أنا هم إلي شراكة بالنفط مثل ما أنت لك حق أنا هم إلي حق. ما معقولة بس شخص واحد اسمه الدكتور حسين الشهرستاني يملك ثروة العراق ويتصرف بها من الشمال إلى الجنوب ومن الشرق إلى الغرب. في حق الأنبار قالوا له لا تستطيع أن تتخذ أي إجراء، وفي إقليم كردستان وكركوك قالوا له ما تستطيع أن تعمل أي شيء. وين طلعت القوة مالتهم؟ الباور من بغداد ونازل، سيطروا على الحقل الأحدب. على شتي تقول بهاي إنه الكرد ما قدر لهم وهي الأنبار ما قدر لهم، قدر بس على أهل الجنوب طبعا. انت شو تريد توصل رساله بهذا؟ يعني شروقيه ومعدان، السيطره عليهم سهله ليس صحيح. هو معروف ما ينقدر لهم، شلون قدر لهم؟ يعني بحكم الترابط قلت لك الحزبي والانتماءات الحزبيه، وان الحكومه الاتحاديه هي ذاتها معكوسه في كل المحافظات الجنوبيه، هو هذا اللي خلى الضعف يمتد من الحكومه الاتحاديه الى حكومه المحليه. طيب. والا لو اكو حكومه محليه قويه في البصره ما وصل وضع البصره الى الحال الذي وصلت اليه. كثير بدوا يهددون بهاي الايام بقضيه الاقليم، يعني اذا ما انطهم الحصه تجول الاقليم ممكن يكون هذا تهديد واقعي. شلون تنطي الحكومه المركزيه من البدايه هي رافضه اصلا مبدا الاقليم، ولا ترضى تخصص له اموال، ولا تقبل انه المفوضيه تجري الاستفتاء، ولا تقبل انه تعطي أموال إلى، فشلون يصير الإقليم؟ يعني أنت قرارك مو بيدك، إحنا بعدنا تحت الوصاية. إحنا دا نفكر تفكير كبير، نقول بويا فدرالية واتحادية، والاتحادية تعني تقاسم للسلطة والمال بين الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية، إقليم محافظة قضاء نزولا إلى الناحية. ليش هذا الخوف؟ عمي مو هالعقلية. ليش هذا الخوف من إقليم البصرة؟ طبعا البصرة أنا أقول لك بصراحة إذا صارت إقليم تصبح أقوى إقليم في الشرق الأوسط، أقوى إقليم في الشرق الأوسط. البصرة مدينة موانئ، البصرة مدينة خيرات، البصرة مدينة تمور، البصرة مدينة. دكتور مو أنت هسه تقول ما بيهم واحد ممكن يلزم البصرة، شلون؟ لا 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 خط الإسلام السياسي هو المهيمن على المشهد السياسي. راح يطلع من يسر إقليم؟ ها؟ راح يطلع من يسر إقليم؟ يعني أنا قلت من بالإقليم أريد 5 شروط، يلا أمشي بشغلة الإقليم. أولا ننتشر أفقيا في البصرة. 2 نجتمع. 3 نكون كيان سياسي اسمه تجمع إقليم البصرة بعيد عن كل الأحزاب الموجودة في البصرة. 4 نجمع أوراقنا مع طلبات دعم الإقليم. 5 نروح للمفوضية بمسيرة جماهيرية نسلم الطلب ونستمر بهذا وضعنا التنظيمي نخلق الكيان. طيب
لكن هذا الحكي يعني ما استجابوا للإخوان وبقيت أنا بعيد عن مشهد الإقليم. إن شاء الله يكون الأمور كلها تصير بالأفضل، وإحنا متابعين كل القضايا اللي تخص أهالي البصرة. سمحنا نشكرك القاضي والي عبد اللطيف، سياسي المستقل عن البصرة، شكرا لك وحياك الله. شكرا جزيلا، حياكم الله. ذكر بيالي وزارة الموارد المائية أن الوزارة تعمل على تصريف مياه الأهوار من أجل إعادة إعمار مساحات الأهوار التي تعرضت للجفاف في موسم الصيف. كلف وزير الثقافة في الرياض راوندوزي الوكيل الأقدم لوزارة الثقافة جابر الجابري بالإدارة العامة إدارة السينما والمسرح وكالة. النازحون يذوقون مرارة الشتاء بأجوائه القاسية مع أزمة التخصيصات والخدمات المقدمة لهم. أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين تقديم مساعدات إغاثة عاجلة للأسر النازحة المتواجدة في محافظتي ميسان وصلاح الدين لتخفيف جزء من معاناتهم. ويعاني النازحون أوضاع إنسانية صعبة في فصل الشتاء إزاء نقص التخصيصات والرعاية المقدمة لهم. للحديث عن هذا الموضوع ينضم معي هنا في الاستوديو السيد ستار نوروز مدير عام الوحدات في وزارة الهجرة والمهجرين. حياك الله. السلام عليكم. حياك الله سيد ستار. الله يحييك، شكرا جزيلا. ليش نتحدث بهاي الايام عن وجود مساعدات او اغاثه انسانيه عاجله؟ ليش ما تمت تهيئه الامور من البدايه حتى الان نحتاج الى العجله وكل هذا العمل اللي يدور بسرعه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. موضوع العجله يرتبط حقيقه يعني بموجه الامطار والسيول التي حدثت حقيقه قبل اسبوعين او ثلاثه في مختلف محافظات البلاد، وتحديدا في بغداد الانبار كانت اكثر ضررا. ولا احنا موضوع مساعدات الخدمات مستمره طيله ايام السنه رغم موضوع الازمه الماليه المعروفه للجميع، وحضرتك ايضا يعني اطرقت الى مساله السيوله وغيرها. لكن حينما نتحدث نقول عاجله بمعنى قد نقول استثنائيه بشكل او باخر، ولا احنا موضوع الخدمات والمساعدات. طيب شنو اللي تم نقلهم لو هي ممكن تكون هذا؟ طبعا ما نتحدث عن حلول ترقيه ولا هو يوصل الترقيه حد ما يرجع لبيته. هذا نعم من عنده بالتاكيد طبعا، لكن اكو نسب بالانجاز. هو يعني احنا خلال ارجع لمساله الامطار اللي حدثت قبل اسبوعين او ثلاثه، يعني بالتاكيد طبعا كان هي مفاجاه للجميع. احنا متحضرين لمساله الشتاء، كنا قبل اكثر من شهر ونص بناء على توجيهات معالي وزير الهجره والمهجرين سميناها الاحتياجات الشتويه. طيب. انا باعتباري مدير عام دائره الفروع من ضمن اختصاصي ان اجمع احتياجات كل الفروع اللي بالتاكيد مبنيه على احتياجات العوالي النازحه المنتشرين من الجنوب، من البصره جنوبا وحتى اقليم كردستان شمالا، طبعا من ضمنها بغداد ومحافظات الفرات الاوسط والانبار وغيرها. طيب. لكن حقيقه من سارت موجه الامطار كما قلت يعني كانت يعني بالتاكيد مفاجاه للجميع. يعني صحيح احنا متحضرين مساله البرد وامطار معينه، لكن سارت بهذا الشكل معروف الجميع ما لديه تفاصيله. تحولت حقيقه يعني صارت فد ازمه حقيقه يعني انسانيه. بعض المخيمات كما حال بيوت المواطنين الاخرين مع فارق طبعا مساله السكن والراحه بها تعرضت للغرق. يعني كان هناك تحرك سريع حقيقي، يعني مساله اخلاء بعض المخيمات. هو اذا شنو اللي يتقدم لهم بهاي الفتره؟ هذا طبعا احنا يعني حقيقه كانت مبادره من محافظه بغداد مشكورين حقيقه، واتمنى انه تعمم على كل محافظات البلاد خاصه التي فيها يعني اعداد كبيره من النازحين. بادروا حقيقه يعني باتصال بينا، خاصه شقق يسمونها شقق الشمس في منطقه ابو غريب، يعني منطقه النصر السلام، هي ما مبنيه حقيقه يعني من تخصصات محافظه بغداد. حدود تقريبا اكثر من 70%، يعني امورها البنى التحتيه ما كامله، بس احنا من فكرنا بس خلصتهم يعني من الطين وخلصتهم بالتاكيد احسن. فكان احنا بالنسبه ان عمليه نقلهم بالتعاون مع الاخوان محافظه بغداد ايضا خص يعني وفرنا لهم. موضوع الماء والكهرباء مشكله عندهم لان ماكو يعني ما كامله، يعني احنا نقلنا بحدود يعني 402 عائله، دزينا بشكل عادي ثاني يوم يعني 500 خزان ماء كبير، يعني صارت 500 لتر، يعني سلات غذائيه، سلات صحيه، افرشه، اغطيه، وسائد. ايضا بعد اليومين الاخرين موضوع الكهرباء، يعني بناء على توجيهات مع الوزير
شنو تأثيرات الأزمة المالية أو التخصيصات؟ طبعا تأثيراتها يعني أثرت على كل مفاصل الدولة، وبالذات حينما يعني نتحدث عن وزارة الهجرة والمهاجرين. الآن نحن بالعراق عندنا همين، يعني أقدر أسميه الهم الأمني في محاربة العصابات الإرهابية المجرمة، وأهم ومشكلة النازحين. وبالتالي يعني التخصيصات الآن يجب بشكل أو بآخر، عدا مسألة الرواتب غيره، لأن على الأقل إحنا مسألة الإعمار وكذا يعني ما موجودة خلال العامين المصرمين يعني. طيب وبالتالي عفواً يجب أن تنصب يعني تخصيصات وزارة الهجرة بالتأكيد لا تتناسب مع حجم معاناة والأعداد الكبير لهؤلاء النازحين، وأيضاً انتشارهم على رقعة جغرافية واسعة كما قلت، بدءاً بالجنوب وانتهاء بالشمال في إقليم كردستان. طيب تحدثنا خلينا ما طبنا نتحدث عن تخصيصات، شكلت اللجنة العليا لإغاثة النازحين. لا. بعدين صار الحديث انه الفساد بيها والهيئه تسوف عملها انتهت بدون اي كلام رسمي بهذا الخصوص، وبالتالي هسه ما عندنا الكلام. هسه انا اتحدث عن الكلام المعلن عن هاي الهيئه. تخصيصاتها تحولت للوزاره باعتبارها هي المعنيه، تشكلت لجنه اخرى، وين صارت الاموال اللي خصصت اصلا لهذا الموضوع؟ هسه انا ما اتحدث انه فاسده هي اللجنه لو مو فاسده او الهيئه، هناك جهات تقوم بعمل التحقيق. هذا كبير، لكن تحدث عن الاموال تحولت لكم على متقدمون الخدمه لهاي الناس اللي ضاله. لا هي مبدئيا اخي الكريم يعني اللجنه العليا يعني في 6/7/2014 بعد احداث 10/6 المعروفه للجميع شكلت موجب يعني امر 328 مجلس الوزراء المؤقر. طيب. قوم صلاحيات لحد نهايه السنه الحقيقه يعني كان تخصيصات ما عندنا تخصيصات كوزاره هجره، لانه تذكرون موازنه 2014 ايضا كانت ما مقرره يعني ماكو موازنه اصلا. فاحنا شنو نعتمد على تخصيصات اللجنه العليا كوزاره. صارت عمليات يعني شراء الكربانات وبناء المخيمات رغم شاذ الكثير، يعني ما اريد ادخل في تفاصيل. ايضا كان هناك منحه المليون دينار اذا تذكرون حضراتكم، يعني توزيع مباشر في يعني تخصيصات الموازنه الاتحاديه 2015. كان عندنا المبلغ المخصص اصلا بالدرجه الاساسيه لوزاره الهجره والمهاجرين لمساله ايضا منحه المليون دينار عن طريق البطاقه الذكيه الكي كارد. طيب. اللي الحمد لله لحد الان زين جيد، يعني لحد الان صدرنا اكثر من 560 الف بطاقه للعوائل. المفروض احنا يعني احصائياتنا 650 مسجلين، رغم انه طبعا اكو فارق يعني في عمليه التكرار مع توزيع له بس لا طبعا التوزيع الحقيقه تعتمد على ما توفره وزاره الماليه من تخصيصات هذا. فاحنا متجينا تخصيصات نعلن عنها يعني، بس احنا لحد الان تقريبا حدود 280 الف عائله شملناها. من المؤمل انه بهاي اليومين ثلاثه يعني وزاره الماليه تمدنا يعني واز 90 مليار دينار حتى نشمل 90 الف عائله من العوائل النازحه. طيب بالحديث خلني نبتعد اكثر، لا نبقى نتحدث بالإجراءات التخديرية بالإجراءات التصويرية. عندكم تحرك مع الجهات الأمنية مع جهات عليا على إعادة الناس للمناطق المحررة؟ اليوم الحديث عن مناطق محررة بديالة وصلاح الدين وكثير من المناطق. احنا طبعا بالنسبة لنا يعني كوزارة الجمهور اعتقد الكل حتى حضرتك الآن يمكن تتفق الحل الأمثل لوضع حد لمعاناة الأسر النازحة الكريمة في عودتها إلى أماكن سكنها السابق. وهذا سيتعد تحركات. هذا طبعا أكو تحرك بالتأكيد، لكنه التحرك أيضا أكون يعني صريح. هناك بعض المناطق بها جانب أمني يعني يجب أن توافقات يعني نقدر نسميها سياسية، يعني بعض مناطق ديالة في حتى في صلاح الدين أكو، لكن أنا يعني أعطيك يوم أمس كان هناك يعني توجه مع الوزير أنه يعني اتصلت بمدير فرع صلاح الدين تابع الوزارة أعطاني حقيقة أرقام جدا ممتازة، يعني في تكريت عندنا نسبة العودة 100% في ناحية العنب عفوا، في تكريت عندنا 60% في بيجي فقط المنطقة الغربية بعض المناطق يعني هي منطقة شبه عسكرية أكثر من 70%، لدينا عودة ممتازة حقيقة. لكن أيضا هناك بعض المناطق في يعني مثلا الدور بها نسبة عودة بحدود 35% نتيجة يعني حجم الدمار الموجود بها يعني كذا. يعني طيب. في ديالة أيضا نسبة عودة جيدة حقيقة يعني في تتابعين هاي العمليات حتى لا نتحدث عن احنا العودة لا لا هذا العودة يظل بالنسبة لنا وحتى يعني عفوا يعني استطرادنا احنا العودة الطوعية عندنا هذا شعارنا منذ تشكيل الوزارة سواء ما يتعلق بالنزوح الداخلي أو حتى هؤلاء الأخوة الذين الآن يعني يمكن اذا حضرتك بالاخبار احنا اول البارحه وكان لي شرف ان نستقبل الاخوه العراقيين العائدين من تركيا 261 مواطن عراقي على نفقه وزاره الهجره والمهاجرين، يعني اجرنا لهم طيار ورجعناهم. فاحنا نشجع على العوده الطوعيه لانه هذا شعار والحقيقه الحل الناجح والوحيد لوضع اكيد هذا موضوع مهم راح يكون لنا بحديث اكثر. اسمح لي اشكرك السيد ستار نوروز مدير عام الوحدات في وزاره الهجره والمهاجرين، شكرا لك ولحضورك. شكرا لكم مشاهدي الكرام، حلقتنا انتهت وهي اخر حلقه بهذا الاسبوع، التقيكم الاسبوع المقبل ان شاء الله. مع السلامه.